الرحيم. مساء الخير على كل اللي يشوفونا اخوات حبايبي. راح اسوي هذا ماسك مال وجه، هذا فلاكسيد اسمه حب الكتان بالعربي، يشبه السمسم بس هو ما سمسم. هذا السمسم عادي، هذا جوز الهند كوكونات، جوز الهند، هذا حلبة وشوية ماي ورد، أي ماي ورد عندكم، إذا ما عندكم ما لازم بس ماي، وشوية عسل، أي نوع عسل عندكم، إذا ماكو عسل شكر، يعني على طول أكو بديل. راح كله أخلطه، هذا للوجه لين خلص الصيف. شوية ماي ورد حطيت تقريبا كل شوية بتطلع من المعلقة. بحط لي شوية عسل، ما كثير عسل، ربع هاي المعلقة، إذا ماكو شكر ما إلا عسل. راح نسويها مثل المعجون. مثل هذا طلع، راح اسوي فرد 5 خيط بالكفي بعد، اذا ما عندكم هذا ممكن تسووه بالهاون ما الا. كلش حلوه، هذا للوجه لكل الانواع الجلد لين خلص الصيف، خلص السمو معاه. شوف شلون طلع، لين خلص الصيف تعرفون ايش قد كان اكو اشياء نستعمله على مود الوجه بالصيف من نطلع بالاخص برا، سان كريم وما اعرف شنو، بس حتى شويه يترطب. هذا كله خلاص اللي اسمه معانا، هذا تستعمليه باليوم مرتين، صدقوني هذا كلش حلو، لان انا مجرب هذا وكلش طيب ريحتها. قبل ما تطلعون برا باليوم مرتين اذا تستعملوها هم ما مشكله، كلها اسمها للوجه كلش زين، بها عسل وما بها شيء، يعني كلها طبيعيه. ان شاء الله الكل يجربوها والكل يعجبهم. وعندي شيء الاخ للرجلين ان شاء الله باكر، الا بعد باكر راح اقدمها. هذه اذا ما عندكم عسل تسوون سمو شاي، بس الشاي يكون ثخين، يظل تقريبا يوم برا الشاي ما عليه كل شيء، من تخليه بيه شكر يصير طعمه شويه ما طيب. بعد هذاك تقدرين تستعمليها تطلع نفس طريقة العسل تستعمليها، لأن أنا رحت بأسك شهير على دكتورة مال جلد نسائية وانطتني هذا اللي اسمه الوصفة للوجه، كلش عجبتني وأنا جربتها، قلت أسويها قدامكم حتى الكل يجربها، إن شاء الله الكل يعجبهم، إذا يعجبكم انطوني لايك، وأشكر الجميع الشافوني.